بمحله وبين جماهيره يستضيف فريق فريزنوني. اليوفي في الصدارة، ومن غير اليوفي خلال السنوات الأخيرة يغرد وحيدا خارج صرف الكرة الإيطالية. مولينارو إلى كابوانو، من كابوانو لسبورت يلو حارس المرمى، يلعبها إلى في الأمام، النقلة، وإيطاليا كلها لما كفت الشعب الكامل. هنا محاولة وإلى أحضان حارس المرمى، عزيمة عزيمة وصلابة سامي خضيرة، يتقدم للإمام خضيرة، ماشي وين؟ أمامنا من خضيرة، البينية ملعوبة، زينة تعود مجددا إلى ديبالا والتسديدة، الله يا ديبالا، يا للجمال يا للجمال ويا للمتعة ويا للإبداع الكروي. وأنا كذلك وأنا كذلك أصفق لك، لا عاشق اليوفي بل عاشق الجمال الكروي، يصفق. والمحاولة هنا أمامنا، العرضية داخل منطقة الجزاء، والبالا انطلاقا للأمام، الكرة ماشي وين؟ العرضية، وينك يا منس الشباك؟ هل ينافس ديبالا جمالا بالأهداف؟ التسديدة، الاستلام، ترويض من ديبالا، كرة باحثة عن مانزو كفية داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد والتسديدة غمضة عين كاد
الهدف من امامك يا دون. شوف الانطلاقه يتكلم عن ديبالا، كره داخل منطقه الجزاء محاوله لتسديده، ايضا ياتي هنا سامي غيره يلعبها لرونالدو، رونالدو داخل منطقه الجزاء يعني تصل حول منطقه الجزاء، نقله للامام الى امام الامريكان، امريكان الكره ماشيه وين امريكان البيضاء، وهي سرقت قلوب جماهير ريال مدريد. زوكيتش يحاول التقدم امامنا والعرضيه ومن من من رونالدو، لا استلام هنا امامنا والكره ملعوبه عن طريق بنت، يد الواحده لا تصفق يا كبسة، جول دليقه بالكيخ وطأت اقدام ايطاليا، هنا المحاوله ملعوبه والراسيه وكاسيلو والمحاوله لكره عرضيه وفي الجول، في الجول، ومن غير الدون، ومن غير الدون، ومن غير الدون، ثاني الاهداف لليوفي، وكل عادة كل عادة انبحت عن الاهداف، لا جواب الا كريستيانو رونالدو، رونالدو يدون الهدف الثاني، يدون الفرحة الثانية ويسعد الانصار والعشاق، ومن كان في الجمال وحيدا لا يبالي بكثرة العشاق، وما اكثر صفحات صفحات سيكتبها كريستيانو رونالدو، هدف يدون من جانب كريستيانو رونالدو، لاعب يواصل 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 حتى الان ابداعاته تلهم له الكفوف تصفيقا تجد